أنهم يقولون الزيدية أقرب الناس إلى أهل السنة، يقول إن الذين قالوا هذه المقالة لم يدرسوا كتب الزيدية حتى يعرفوا عقائدهم، فالزيدية منهم من يعتبر الشافعية كفار، يعتبر الأتراك كفارا، حتى إن إسماعيل بن القاسم هو أبو المتوكل نعم ألف كتابا بعنوان إرشاد السامع إلى جواز أخذ أموال الشوافع، يقول إنني لا أخاف فيما أخذت من أموالهم ولكن أخاف فيما تركت لهم، أن يعاقبني الله لماذا تركت هذا المال لهم وهم مجبرة، أي يقولون الله جبر العبد على يعني على عمل المعاصي، وهذا ليس بصحيح، الشافعية ليس بمجبرة، فماذا؟ ونحن بحمد الله كتبنا كتابه في مجلدين بعنوان الزلزال لنسف أباطيل أهل الرفض والاعتزال، وهو مطبوع منشور، والفضل في هذا لله، وجن جنون أهل صعبة والشيعة، ولكن الكتاب منقول من كتبهم، يقول من كتبهم هم أنفسهم، والحمد لله فماذا بارك الله فيكم. فأيضا شيعة اليمن غالبهم روافض، حتى قال بعضهم ائتني بزيدي صغير منه رافضيا كبير.